الكحك والبسكويت والبيديفور الغالي قوي يا اهل الزاويه، معايا كحك وبسكويت، فرصه ما تترفضش يا جدعان. سرعت النوم وجيت ابيعه احلى كحك واحلى بسكويت، بيديفور وبسكويت، والله فرصه ما تترفضش. البيديفور والكحك والبسكويت ارخص اسعار عند الواد كشري ابن ام كشري، مش هتلاقوا الاسعار بتاعتي مع حد، دي فرصه ما تتعوضش. عايز اجيب لبس العيد، ويا رب امي ما تطبش عليا دلوقتي. يلا يا جدعان، يلا يا جدعان. يا كشري انت بتبيع ايه؟ يا يوسف تعالى تعالى. يا كشري بتبيع ايه؟ اللي في ايدك ده؟ ده يا اسطى كحك وبسكويت يا اسطى، عايز تشتري؟ جبته منين ده يا كشري؟ انت مالك يا يوسف، جبته منين يا يوسف؟ هتبيع لي بكام يعني يا كشري؟ هتبيع لي بقد ايه؟ الواد الغبي ده، انت عايز بكام يا عم؟ انت انا معرفش اسعارك يا كشري، الطبق عندك بكام؟ طبق بكام؟ بص يا عم، الطبق المشكل ب 20 جنيه تمام، والطبق اللي مش مشكل ب 10 جنيه. اه طيب يا اسطى، طبق مشكل وزود البوديفور. من عينيا الاثنين يا باشا، طلع فلوسك الاول. يا كشري انا هضحك عليك يا عم، ولا تضحك عليا ولا اضحك عليك، هو ده نظام. خلاص يا عم خد، طلع طلع يا يوسف طلع، وانا يا باشا جايب لك الطبق بتاعك دلوقتي. امسك كده، ماشي. احلى طبق يا باشا، كحك وبسكويت ومشكل وبديفور وميديفور، بديفور بالشوكولاته وبديفور مش بالشوكولاته، اهو احلى طبق يا باشا اهو. يا عم ده، يا عم ده قليلين جدا، وانت خاف فكرنا هديك ده كله ولا ايه؟ لا يا كشري الطبق ما فيهوش كتير، انا عايز اكتر من كده. يا عم انت ما تبقاش طماع يا عم، خلاص خد واحده بسكويت انا ايه. يلا يا عم بقى خد وامشي. الله يسعدك يا كشري. يا حبيبي هات الفلوس اللي في ايدك الاول، فكرنا عبيط. خد يا اخويا خد، محدش هيعرف يضحك عليك ابدا. هات يا حبيبي، هات كام دول؟ ماشي خد الطبق بتاعك، يلا اسرح يلا. يلا يا جدعان، معايا كحك وبسكويت. فطلع يا عم امشي يا عم، واقف لي كده. انا مش عايز الغطا بتاعك يا لهوي. معلش انا بطل برشام المضروب اللي انا باخده ده. يلا امشي، يلا امشي يا عم. يلا يا جدعان، كحك وبسكويت عند كشري ابن ام كشري، احلى كحك واحلى بسكويت. يلا يا جدعان، الحته دي ناشفه، خلاص اغير المكان. اه يا جدعان، كحك وبسكويت عند كشري، احلى كحك واحلى بسكويت يا جدعان. يلا يا جماعه، يلا يا جدعان، اغلى كحك واغلى بسكويت بارخص الاسعار. يلا يا جدعان، يلا يا كشري. يا رجاله، هات اللي في ايدك ده. يا ايه يا اسطى، ده كحك وبسكويت يا اسطى، تشتريه؟ خرب بيتك يا كشري، انت بتبيع الكحك والبسكويت بتاع امك؟ وانت مالك يا ده انت؟ ما مرضيش تجيب لي لبس العيد. يخرب بيتك يا كشري، امك لو شافتك هتموتك. لا يا اخويا، عبال ما تشوفنا كنا انا بعت ورحت جبت لبس العيد وجيت. طب انا عايز اشتري منك يا كشري، اعمل ايه؟ طلع فلوسك وانا بيع لك. هطلع كام يعني؟ طبق الكحك المشكل ب 20 جنيه، بديفور وميديفور وكل حاجه حلوه، لو عاوز ماشي، مش عاوز خد واحد ب 10 جنيه بسكويت بس. طب انا عايز اشتري طبق مشكل يا كشري. من عينيا يا اسلام، طلع 20 جنيه يا عم، هديك بالراحه. لا ما بالراحاش يا باشا، هي دي طريقتي في البيع، مش عاجبك ما تشتريش. انت ده كشري ياد، لما اتكلمتش عيد الامسك انا الموتك. بس انا سلام ياد، ما حدش عارف يجي جنبي. اه يا عم ياد، عشان نشتري منه كحك، انت مش شايف بيتكلم ازاي؟ اتكلم زي ما انا عايز يا حبيب قلبي، ما حدش يعرف يمنعني، ولو انت متضايق اروح اجيب لك امي تضربك دلوقتي. انت امك قالت انت هتعرف تعمل معايا حاجه، روح هاتها. يا ايه الواد الرخم ده، انت هتبطل الرخامه بعد انت. اه ايه ده بقى يا عم، هات يا كشري طبق مشكل. ماشي انا يا اسلام، والله العظيم هتوصى بيك، احلى طبق مشكل لاحلى سلاب في المنطقه كلها. بص اديك اتنين لازم في بعض اهم حامل. يلا يا عم، وادي كحكايتين زياده يا باشا عشان خاطرك. بص والله مليت لك الطبق. تسلم ايدك يا كشري. يلا طلع فلوسك يا باشا. خد يا كشري الفلوس اهي، الفلوس اهي. هات يا صاحبي احلى طبق يا باشا. يلا يلا يا جدعان، مين عاوز كحك وبسكويت تاني؟ احلى كحك واحلى بسكويت بتاع كشري ابن ام كشري. ايه ده ايه ده، ولاد كشري بيبيع ايه؟ معرفش يا اسطى بيبيع ايه. احلى كحك واحلى بسكويت. ايه الحياه ده، بيبيع كحك وبسكويت؟ اعمل هتلاقيه بايظ يا عم. بايظ ولا مش بايظ؟ تعالى نشوف جايب الكحك ده منين. ماشي يا اسطى، يلا. احلى كحك واحلى بسكويت. كشري يا عم انت، وهو عايزين ايه مني؟ جاب الكحك ده منين يا؟ وانت مالك يا اخويا جايبه منين؟ اكون جايبه من بيتكوا يعني؟ ولا اتكلم معايا عادي. وانت يا اخويا مالك يا اخويا بتخلي صوتك ليه؟ انا اخاف منك يعني؟ انت يا كشري انت شكلك سارق الكحك ده. بس انا ابراهيم ياض، انا مش سارق حاجه. ولا ناخد منك الكحك ده عافيه. عافيه؟ عافيه مين يا دي انت؟ قالوا ربنا ممكن امسكك دلوقتي اضربك. ما تعرفش تعمل معانا حاجه يا حرامي يا. انا برضو اللي حرامي، مش انتوا الاثنين عاوزين تسرقوا مني دلوقتي يا حرامي انتوا الاثنين؟ والله العظيم يا كشري ما سكتش وعطيتنا الكحك، اقسم بالله امسك كسره. يا لهوي يا لهوي، الحقوني يا جدعان الحقوني. يا كشري.
ماشي. العان يا محمد العان، ده عايزين يسرقوا مني الكحك اللي انا ببيعه. سرقوا الكحك ازاي؟ والله العظيم يا اسطى ده عايزين يثبتوني ياخدوا مني الكحك بتاع العيد. محدش عارف يعمل معاك كده. حبيبي يا اسطى. يلا يا عم انت هو بقى عشان احنا بقينا ثلاثة هنمسككم نديكم حلقة الوقت. بقى كده يعني يا كشري؟ ماشي انا مش هسكت لك يا كشري. ورينا ده تعمل ايه يا رجاله؟ جاهزين؟ جاهزين يا كشري. الله يسامح نمشي لحسن يضربون. بس يا اسطى ماشي ماشي. يلا ادي يا حرام انت وهو. ايوه كده خايفين. جدعان يا جدعان جدعان. هاي ختمة يا كشري. بعدين يا اسطى كشري علم علينا. اصبر بس يا اسطى في حاجه في دماغي اعلم لك عليه بيها. ايه هي؟ طيب ايه هي؟ اروح يا اسطى لام البيت واخليها واقول لها ان امك بيبيع الكحك والبسكويت. يا ابن اللعيبه حلوه الفكره دي. تسلموا يا رجاله، مش عاوزين بسكويت؟ لا عندنا يا كشري. خلاص ماشي يا رجاله، نجاملكم في الافراح. سلام يا رجاله. معاك الكحك والبسكويت يا جدعان. انا تعبت وعايز اقعد شويه. نقعد هنا شويه. يمكن يجي لنا كام زبون كده ولا حاجه. هعد الفلوس اللي انا بحكي بيها. صلاه النبي يلا فلوس كده. صلاه النبي صلاه النبي احلى فلوس. كل دي فلوس هجيب لبس العيد، هجيب لبس العيد، هجيب لبس العيد كله ان شاء الله. بس يا ترى الفلوس دي هتجيب لبس العيد ولا لا؟ لسه شويه. لسه معايا كحك كتير ان شاء الله كده. هلف الزاويه كلها دلوقتي، اروح وسط البلد والجبل الجبلي والكفره البحريه وكل حته ان شاء الله. بص بقى احنا هنحط الفلوس كده في جيبي عشان محدش ايه يقابلني ويسرقها مني. بس كده معاك كحك وبسكوت يا جدعان، تعالوا اشتروا. مين بيخبط؟ مين بيخبط؟ ايه يا واد يا ابراهيم؟ الحقيقة ام كشري. في ايه يا واد يا منيل؟ ابن الكشري بيبيع الكحك والبسكوت في الشارع. يا لهوي كحك والبسكوت، ما الكحك هو اهو. يا لهوي صدقتني بقى يا ام كشري؟ مصدقك طبعا. هو فين الله يا واد المنيل ده؟ واقف على اول الزاوية عمال يبيع ام كشري. ده انا هروح ابيع خردة ابن الكلب ابو كرش. امشي قدامي، خليكم انتوا نايمين بقى لحد ما اجي لكم. انا مالي تابع من كوشه وانا ما تعرفش في وشي. امشي معايا. يا ابني الكلب بيبيع كحك امك. يا ابني الكلب اعمل فيك ايه؟ تعالوا يا جدعان اشتروا الكحك والبسكويت بأقل الاسعار عند كشري ابن ام كشري بأقل الاسعار. يا لهوي الكحك اللي دافع فيه دم قلبي بتقول بأقل الاسعار؟ ده انت هتتنفخ يا كشري. هفضل انفخ في كرشك كده لحد ما تفرقع. تعالوا يا جدعان، تعالوا يا بلدي، تعالوا يا اخواتي. تعالوا اخواتك ده انا هتشل. انت قاعد بتعمل ايه هنا يا واد؟ يا لهوي اللي جابك هنا يا اما؟ اللي جابني هنا العيال اللي كانوا هيثبتوك وجم قالوا لي في البيت. ده انت لبسك سودا. والنبي يا اما، والنبي يا اما، انت مش عايزك تجيب لي لبس العيد؟ فانا بعت الكحك يا اما عشان اجيب لبس العيد. تبيع الكحك اللي جايباه ب 5000 جنيه عشان تجيب طقم ولا طقمين ب 100 جنيه ولا 150 جنيه؟ 100 ايه يا اما بس و50 جنيه؟ مفيش حاجه ب 150 جنيه يا اما. مفيش حاجة؟ ده أنت ليلتك سودة، هخليك تقضي العيد ده إن شاء الله في أوضة الفران، في أوضة الفران، تعالى لي. يا لهوي خد يا واد، جريت راح فين يا واد؟ لا ياما لو وقفت لك هتموتني ياما. تعالى بس وأنا هوريك أعمل فيك إيه. ياما والنبي ياما، ياما والنبي ياما، مش هعمل كده تاني. مش هتعمل كده تاني؟ ده أنت ليلتك سودة. خد ياما والنبي ياما، ياما والنبي، خلاص ياما. تعالى يا واد. بقول لكم يا حبايب قلبي، الفيديو ده لو عجبكم اهم حاجه تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. في فيديو ظهر هنا وفيديو ظهر هنا، خشوا اتفرجوا عليهم. تعالى يا ابو كرش.